هناك جزء من المطبخ الهندي يعرف بالمطبخ الهندي الصيني، يقوم على التوفيق بين أسلوب الطبخ الصيني بالإضافة إلى التوابل والنكهات الهندية مع الاحتفاظ بالحرارة واللذة في نفس الوقت، وهذا يجعله مماثل في الذوق والطعم بالأطباق من جنوب شرق آسيا. طبق اليوم هو وصفة من المطبخ الهندي الصيني مقارب لطبق كاونتون الدجاج الصيني أو طبق جنرال سو الذي سبق أعداده. مكونات الطبق: أحتاج إلى طماطم وبصل وفلفل حار مقطع، الصي ثوم مقطع ناعم، ملعقتي طعام من صلصة الطماطم، ملعقتي طعام من الخل الأبيض بالإضافة إلى شرائح من الزنجبيل، كما أحتاج إلى ملعقة طعام صويا صوص، ماء وزيت للطبخ. أما البهارات والأعشاب فنحتاج إلى ملعقة طعام من خليط معجون الثوم والزنجبيل والفلفل الأسود، ملعقة طعام من مسحوق تشيلي باودر، ملح وبيضة واحدة، ملعقتي طعام من الدقيق الأبيض وملعقتي طعام من النشا الذرة، 4 حبات من البيض المسلوق ويمكن أن يكون أكثر. أبدأ بتقطيع حبات البيض المسلوق، أقطع حبة البيض إلى نصفين ثم إلى أرباع، ثم أقطع كل ربع إلى نصفين، أو تقطع البيض إلى قطع متوسطة الحجم حسب ما تحب وأضعه جانبا. أبدأ بتحضير الكشنة أولا لأنها تحتاج إلى أن تبرد. أضع مقدار من زيت السمسم أو أي زيت نباتي، أضع الثوم المفروم وشرائح الزنجبيل حتى تتشقر هذه المكونات وتطلق بعض الرائحة، ثم أضيف البصل المقطع وأنتظر حتى يلين بعض الشيء، أضيف شرائح الفلفل الحار والطماطم المقطع والملح وأقلب المكونات جيدا. أغطي القدر وأترك المكونات تتسبك جيدا. بعد ذلك أضيف صلصة الطماطم وبعض الماء لتكوين بعض المرق، ثم أضع صويا صوص والخل الأبيض وأقلبها مع المكونات السابقة. أتذوق الطعم الناتج، والمطلوب هو الوصول إلى الطعم الحامضي الحلو الحار. أضع الكشنة المحضرة جانبا لتبرد بعض الشيء، والآن أبدأ بعمل خليط البيض. أضع بيضة واحدة في زبدية عميقة، أضيف إليها خليط معجون الزنجبيل والثوم والفلفل الأسود، وكذلك النشا والدقيق الأبيض ومسحوق الفلفل والملح، يمكنك إضافة المزيد من البهارات كاتشات مسالة أو غرم مسالة. أخلط المكونات جيدا، أصب بعض الماء لتكوين خليط سائل كثيفة القوام،
ثم أضع قطع البيض في الخليط السابق وأقلب المكونات حتى يختلط البيض مع الخليط السابق. أقلي قطع البيض في الزيت الساخن. أغرف مقدار ملعقة الطعام من خليط البيض ثم أسقطها في الزيت الساخن. أقليها كما تقلى قطع مبشور الباكورا في حلقة سابقة وكما هو موضح في الفيديو. انتظر حتى تتحمر القطع وتتحول إلى اللون الذهبي الجميل. ثم أرفع القطع المقلية من الزيت الساخن. أستمر في قلي باقي قطع البيض إلى انتهاء الكمية. وهذه حصيلة قطع البيض المقلية المغطى بخليط التبهير. ثم أضع قطع البيض المقلية في الكشنة السابقة بعد أن بردت. أقلب قطع البيض المقلية حتى تتغطى بالكشنة الحارة. يشبه هذا الطبق المعد من المطبخ الهند الصيني بطبق دجاج جنرال تشسو أو كاونتن الدجاج الصيني المحضرة في حلقة سابقة. أضع القطع في صحن التقديم وأزينه بأوراق الكزبرة الخضراء. يقدم طبق تشيلي إيكس كوجبة عشاء خفيفة مع قطع الخبز الطازج ومرافق معه طبق بوتيتو ويدجز. في القائمة أنواع أخرى من وجبات الفطور أو العشاء الخفيفة وتحضر من البيض.